الحقيقة إنه في اهتمام كبير قوي بالتنمية في سيناء في كل المجالات بقى الحقيقة، سواء بنية تحتية أو زراعة، كمان في قطاع الصناعة ومنظومة المخلفات الصلبة وغيرهم كتير جدا. عشان كده تم تخصيص حوالي 650 مليار جنيه استثمارات في سيناء. عملية بناء وتعمير تصاحبها رؤية تنموية وتطوير في سيناء، وذلك وفقاً لخطة الدولة في توفير كافة المشروعات الحيوية والمرافق الخدمية للأهالي، بجانب تعزيز عمليات الجذب للوفود الخارجية والرحلات السياحية. كذلك تعمل الحكومة على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة خضراء مستدامة بشكل كامل قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر 2022. موازنة واستثمارات كبيرة خصصتها الدولة في سيناء خلال الفترة من عام 2014 تجاوزت أكثر من 650 مليار جنيه، وذلك ضمن الإرادة السياسية القوية ورؤية الدولة الشاملة في تعمير سيناء وتحسين حياة مواطنيها وتحويلها إلى منطقة جذب واعدة يمكنها أن تستوعب أعداداً متزايدة من المصريين. أيضاً بادرت الدولة بضخ استثمارات غير مسبوقة في تطوير شبكات الطرق والأنفاق التي تربط جنوب سيناء بالوادي، ولعل أهمها طريق النفق شرم الشيخ بطول 342 كيلومتراً وطريق النفق رأس النقب بطول 231 كيلومتراً، فضلاً عن نفق الشهيد أحمد حمدي 2 الذي يعد أحد أهم معالم ربط جنوب سيناء بالوادي. هذا إلى جانب تخصيص 103 ملايين جنيه لمحافظة جنوب سيناء ضمن استثمارات تطوير منظومة إدارة المخلفات الصلبة. هذا بالإضافة إلى تبني الدولة برنامجاً طموحاً للتنمية الزراعية المتكاملة لسكان الوادي، والذي يستهدف تطوير 14 تجمعاً زراعياً بأحدث التقنيات الزراعية.